في الفلاحة كذلك يشرع حاليا في منطقة الحجب في تخزين البصل على طريقة المعروفة بالجراير، لأن المنطقة تنتج ما يكفي من حاجيات المغرب من البصل لأزيد من 16 شهرا. عبدالسلام خلوي وإبراهيم الغوثي. في سباق مع الزمن يعمل الفلاحون المنتجون للبصل بإقليم الحاجب على إتمام عملية تخزين منتوجهم قبل بداية موسم الشتاء، حركة دؤوبة تعرفها الضيعة الفلاحية لجمع المحصول عبر الطريقة المتداولة محليا والمعروفة بالجراير. في شهر 10 كيبدأ الموسم ديال الدخول ديال المنتوج ديال البصل، يعني في مكناس، الحاجب، بودربالة، أقوري، السبت حجوح، يعني المنطقة كلها وكما كتعرفوا كنخزنوها واحد التخزين يعني طريقة تقليدية. كنمنيو الحجر هو الأول وكنفرشوا ليه التبن وكنجيبوا الكاميو والخدامة وبالصندوق كنجيبوه لهنايا كنشوفوا هاد التبنيو هاد الكرير كما كتشوفوا دابا نتوما، وعاود كنغطيوه بالتبن. عندنا مصاريف ديال الميكا وديال الخدامة بزاف والتبن وداك الشيء، أنت كتشوف هاد الشيء الحالة دابا كانت كتبان لك كيفاش دايرة. قطاع البصل له أهمية كبيرة بالمنطقة، فإقليم الحاجب يعد أول منتج لهذه المادة الحيوية على الصعيد الوطني، قطاع يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي ويستقطب عددا كبيرا من اليد العاملة الفلاحية. هذه الطريقة التخزين اللي كتشوفوا فيها طريقة تقليدية غير معصرانة وفيها الضيع، إذا هالتمارة اللي كنضربوا كاملة فاش كنخزنوا السلعة ديالنا وفاش نجيو نخرجوا السلعه كنلقاو فيها مشاكل الضيع. هاد الضيع هذا كتمشي لنا حتى ل 20 حتى 30%. يحتاج القطاع الى تدخل الباحثين والمختصين الزراعيين لتطوير هذا النمط من التخزين للحفاظ على المنتوج وتخفيف نسبه الضياع فيه والتي تشكل عبئا على الفلاحين.